مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب عدد كبير من المغاربة اللي متبعين القصة ديال أم السعدية. أم السعدية بين أيادي أمينة، أم السعدية تعرفت مع سارة، المستجد الجديد أنه سارة ما بقتش مع أم السعدية ولات مع الأم ديال سارة. مشاهدينا الكرام، أسئلة تطرح في الرأي العام، أسئلة بين مد وجزر، غادي نشوفوا الحقيقة الكاملة في الأول مع أم السعدية. أم السعدية لاباس؟ نعم الحمد لله، صحيحة بخير؟ الحمد لله. كنتي مع سارة واحد 20 يوم ما بقيتيش معاها. كنت مريضة. أيه؟ عندي مطارة. أيه؟ وقلت لها دابا خليني، أنا مريضة تنصح نجاحتك. وعاد من عام مشيتي؟ مشيت بوالدي. مشيتي عند الأم ديال سارة؟ أيه. ومرت تمايا وبقيت راكدة فيها شهر وانا راكدة مريضة. ودابا كي دايرة صحيحتك؟ ودابا شوية بعد دارني على العلق، هو اللي مريض ليا بزاف. سارة مرضت من ورايا وبقات فيا، هي بات كليم انا واخا مريضة غنمشي نشوفها. بقات فيا هي باش جيت باش نشوفها. يعني دابا الناس كيقولوا واش انتي مخاصمة معاها؟ لا ما مخاصمين، ما ماهرين، ما والو. هادي مطارة وهاديك سارة وانا تنا، انا كيقول لي جدة، انا كنقول الناس كيقولوا جدة مطارة، فهمتي؟ حنا كنا حنا تعبينا عشتي هاد الناس دايرين فيا غير الخير، ما عمرها تعرف شتي هاد الناس الله يعمر لي مطار، موكليني مشربيني على وبيني غاتلي ليا، ما مكترات عليا المرا. هذيك سيدة راه مرات موت سارة، ما عمرك عشرتيها بزاف هاد المرة اللي طولتي معاها، كيفاش كتعامل معاك؟ ما مرات ودابا قلت لها ومتين ما اللي بغي. وات سارة؟ كانوا تبنتي بالليل يخوت عليه، كانوا اللي بغيت يجيب عليا وناكل في البنت هذا الليل، وعيد لي المعنوط وعيد لي التواليم تيركل. ما مرات هذيك البنت ولا الراجل ولا المرأة وعمري مطال. ودابا انت دابا انت دابا انت ام السعدية شكون اللي تفضلي مع من تبقاي؟ تبقاي مع سارة ولا مع امها؟ لا درنا رانديبو، هادي البرك من عربية وهادي البرك عندها 5 ايام، ما بغي ندوز حتى ديك 4 ايام ونجي من عندك انا عندي حتى 4 ايام. وفين كترتاحي انت بزاف؟ كنرتاح حتى بجوج. ياك كاع العام نظام سارة رتر مغرقد، وصيفط لي على بيبو، وصيفط لي على هذاك بولو، وصيفط لي على العلوة، وناكل اللي بغيت، وتغطيني وتفرج لي عاد تمشي ترقد. عرفتي دابا أم السعدية علاش كنسولك؟ حيت الناس المغاربة في المغرب وخارج المغرب متبعينك ومتبعين القصه ديالك وديال ساره، وديما تيبغيو يعرفوا كي دايره انت، واش انت بخير؟ الا كان شي حاجه قوليها لينا، هما راه كيشوفوا. لا داك الشيء اللي دايرين عليا اش نقول لك؟ الناس عندهم اش غنقول لك؟ عندهم غير الاجر لا الام ولا الجميد بما كانت مزيان، وعاد يخلي ولدهم ولدهم الصغير توا كيبغيني مسكين سي محمد راه مرا دار. ولاد سارة توما ما بتوحشتيهم شوي؟ ويلي توحشتهم، انا قلت عليها كانت توحش دراري غنديرو نجي نشوفهم، وقلت لهم 4 ايام لانكم الناس من جاية انت انا مول بهم غنزلو انا بهم. أيه. عاودي ليا على واحد اللايف راه كانت دايره هي سارة فاش طلعتو للسطح وقلتي لي انا ما بغيتش نبقى هنا وبغيت نمشي في حالتي، اش كان اللي كان وقع ديك الساعه؟ لا ما قلتش، قلت لها غير مرح جاني بحال شي ثاني كيتزور. اجاك؟ جاني بحال الضغط. تزيرت قلت لها اختي بغيت نخرج، قالت لي ما تخرجيش، وانا نعيط لها قالت لي خرجني، انا راه بغيت نخرج من غلادي ندخل قلبت تد عليا. هي ما بغاتكش تخرجي ديك الساعه؟ شحال هذيك ما خرجتي انت ديك الساعه اللي تزيرتي داك النهار؟ طيب ما غلادي ندخل
وشحال ديك شحال قبل منها ما خرجتيش؟ لا هذاك النهار حشتي ديال جبتي وطير قلت لها ما تقولي قلتي طلع لك الدم وقلتي لها عيطي لي للبوليس وبديتي تغوتي بديت نغوت يا در تقتلاتا وانا بقيت نحكي بولي ما تقنيتي واحد قلتي دابا كون عيطتي للبوليس اش غتقولي لهم؟ غنقول بقيت نخرج شي حاجه بدي نبطل هالدار فيها تزور لما جاهزه. ولكن دابا 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 هادشي اللي قلتي ليا الا عيطتي للبوليس انت تزيرتي ولا هذا وعيطتي للبوليس حتى هي غتولي تخاف على راسها هنا غتقول اودي انا دابا تقدر غنقول لها سيدي ما عرفتش نطلع ليا سيدي ما درت لي والو انا بغيت نخرج انا ما خلاتني نخرج غنتحمل الشمس. وملي مشيتي عند امها كتخرجي؟ كتخرجي هي انت تطمني يعني هذه هي القضيه علاش جات موت ساره وبات ساره وداوك عندهم باش تبرد الامور؟ قالوا لي انت عندك وليداتك تلاقي مع ولادك وتادي يخلي علينا حنا صافي يا يما ما كاين لا خصم لا خوت لا والو انا كتهز على تيتي. وهي دابا راه كدوز فيديو معنا مؤخرا هاد اليامات دازت معنا في واحد الفيديو وكتبكي وقالت لك توحشتها والدار ظلامت ولكن اللي فهمت انا هو انت ما بغيتيش باش تمشي تما. مريضه كنت مريضة لا ما كنوض يعني هاد صحي وتمشي هاي سهولة مريضة ما كنوض سير على التهنوض الكابينة بزز هاي المرض كوية طب اللي فهمت أنا كيتعاملوا معاك مزيان لا صار لما لا كلهم راح مرات وهادي يشهد راح مرات وليني تانا ماشي الكلام تانا ربيت أربعة دراري خريقة كبرتهم وقريتهم وكل شيء ومشاو ما بقيت يسولوا لي ذاك الخير قلت انا هو الخير عطاني الله. واخا الله يسترك شكرا لك الله يحفظك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي الشهاده ديال ام السعديه حول سبب انشقاق ديالها من المنزل ديال ساره. الخير فاتهم الرزق فيسهلي لهم تبع مراه تبع الشام فتحي في هلال في بر الخير صار غيكات وتعدى الوليدات هزينا نطلبوا لعقل واخ صاف واخ الله يحفظك واخ وخليني دابا نكمل انا حيت الا كتهضري انت راه ما نقدرش نقطع حشومه صافي ارتاحي مع راسك انا غنشوف مع الام ديال ساره. مشاهدينا الكرام هذه هي الشهاده اللي كتشهد بها ام السعديه حول سبب انشقاق ديالها من المنزل ديال ساره. اسباب والمسببات البعض ممكن يحلل في الموضوع كمحتوى او نقاش تافه ولكن له ابعاد. من عاهد وفى عاهدنا باننا نبقى متتبعين القضيه ديال ام السعديه. اي جديد في الموضوع ملي بان الجديد انه ما بقاتش في المنزل ربطنا الاتصال بسارة اللي استجبت وبصدر رحب انه اعطتنا المعطيات. مي السعدية بين احضاني الام ديال سارة كيفاش تأقلمت معها كيفاش كتعيش معها حوالي 20 يوم او غدا الشهر يعني تقريبا غادي نشوف مع هاد النقط. شكرا لك انك استجبتي معنا باش الرأي العام يستوعب وما يهمنا هو الحقيقة. هاد السيدة كتشهد فيكم شهادة الحق انتي من نهار اللي تزيرت هزيتوها ديتوها لعندكم الدار اول مره غتكون معاك في مده طويله كيفاش تاقلمتي مع الطابع ديال ام السعديه؟ ام السعديه ديناها باش ترتاح هي دابا جاوها بحال التخيلات في الدار كتقول انا الدار فيها السحور. ساره كنشوف انا ماشي حيت ساره بنتي ولكن ساره بنتي طيبه وقلبها حنين وكدير الخير بزاف مع الناس ومع الاسف داكشي كله كيرجع ليها كيتقلب ضدها وما عرفتش داكشي الناس ما عرفتش كيفاش ما فهمتش كيفاش انا غنمشي معك لحاجه اخرى. ام السعديه ملي ولات عندك في المنزل كيفاش انت كتعرفي الكاركتر ديالها كيفاش تحملتيها يعني كتشوفي؟ لا امي السعدية مرة كبيرة 94 عام تبارك الله ما شاء الله راه صعيب باش الانسان غادي بحال امي السعدية هكا السن ديالها غادي الانسان غادي يتصرف خاصو يتصرف معاها بالخاطر وبحال شي طفل صغير.
كنتصرف معاه بحال شي طفل صغير كنمشي معاه على حساب العقل ديالها. اللي قالت لي شي كلمه كنقول لها واخا، كتقول لي خرجيني كنقول لها واخا غنخرجك. اي حاجه قالتها لي كنتمشى معاه على حساب العقل ديالها، كنهبط معاها داكشي اللي كتبغي. يعني اللي فهمت هو قدرتي انت تشوفي مكامن، يعني نحاول معاك في الدارجه ياك حاولتي ما امكن تحاولي انت تشوفي اشني الحاجه اللي ضعيفه واللي قويه، لقيتي شي حوايج اللي ضعاف اللي ما قدرتش، مثلا ساره الكاركتير الطابع الطبع ديالها ماشي هو هذاك، وانت تحاولي ما امكن انك انت تاخذي دوك نقاط الضعف تاخذيهم كقوه باش تكسبي مستعديه اكثر وما تكونش عندك مع اصطدام. هادشي اللي فهمت هذاك الشيء عندك مع الخاطر. لا كندير مع الخاطر، وانا جبتها من عند بنتي ساره بحال بنتي ساره بحالي انا، جبتها غير باش ترتاح. انا بنتي ساره عرفتها مريضه وعندها المراره، المراره الناس اللي غاديين يعرفوا اللي غيعرفوا المراره اشنو كدير، راه كدير الاعصاب وبزاف المشاكل كدير. بغيت بنتي حتى ان شاء الله تصح وتاخذ الصحيحه ديالها ان شاء الله، وان شاء الله ترجع عند امي السعديه. كان عندكم واحد الاتفاق انه واحد 3 ايام ولا 4 ايام معاك 4 ايام اخرى معاها، في الاخر ما بقيتيش انت معهم في هذا الاتفاق صحيح؟ لا انا ما بغيتش امي السعديه، كنخليها على خاطرها، كنقول لها بغيتي تمشي هانتي سيري، بغيتي تبقاي ما يمكنش ليا انا غنديها بزز، كنخليها على خاطرها. وساره بغيتها حتى تصح ان شاء الله، ملي تصح ان شاء الله بنتي هي فتحات الحمد لله، دازت العمليه بخير وعلى خير، وان شاء الله ملي تصح راه ان شاء الله راه ساره هي ام السعديه، ام السعديه راه هي ساره، ما يمكنش ليا انا غنفرقهم. باقي عندي هذيك دارك والاخرى دارك. هذي داري وهذي داري. واخا انا معاك امس، انا معاك. عندي جوج ديور. عندك جوج ديور. صافي الله يجيب لك الثالثه ان شاء الله، انا معاك. السؤال الاخير اللي عندي معاك هو اسئله تطرح، انك درتي تنتقانات، البعض كيحللها بتحليل سلبي، تيقول لك انه القناه الاولى تصارى طلعات خديتي انت هذه الام باش انت تطلعي القناه ديالك. الجواب ديالك الله هو وحده اللي عالم، الله سبحانه وتعالى كيعلم على القلب اشنو فيه. انا النيه ديالي هي امي السعديه، شفت واحد اللايف امي السعديه راسها معريه شعرها وكتغوت وبغات طالعه في الشرجم وكتغوت، دارتها جوج مرات وانا نعيط على بنتي ساره، وراه كانت دايره اللايف وشحال ديال الالاف ديال الناس سمعوا داك اللايف، كلشي داك الحوار اللي هضرت مع ساره راه سمعوه، بانه قلت ليها انا امي السعديه انا غنتكلف بها، انا غنتكلف بامي السعديه ريتها ما ترتاح، انا المهم غنتكلف بها بكل شيء، انا ما غنبيناش في القناه. وملي جبت امي السعديه عندي شي وحدين كيقولوا راه قلتي ما تبينيهاش وبينتيها، انا بينتها بزاف الكومونتيرات جاوني قالوا لي ما يمكنش لك، حنا المتتبعين ديال امي السعديه ما يمكنش لك ما تبينيهاش، حنا بغينا نشوف امي السعديه وبغينا نبقاو نتابعوها، امي السعديه عندها الله والمتتبعين ديالها. هنا عندي سؤالين جوج ديال الاسئله نقولهم لك. الاول هو تتعرفي انت الطريقه ديال المي السعديه مع ساره، ديما اللايفات ديما مصادعين، هادشي علاش ما درتيش شحال هادي وخديتيها عندك؟ انا ما خديتهاش لعندي حتى شفت داك المشكل اللي وقع اللي كتغوت امي السعديه وقالت لها ما بقيتش بغيت نجلس في الدار، الدار فيها السحور، كانت عندها اختي وبنتها وهي ولات كتقول لها اختك وبنتك خالتك وبنتك هما اللي داروا لي، هي دابا جا هذاك التخيلات وداك الشيء ما كاينش. الوقت اللي كانت عاوتاني ساره عيات وكانت كتقول انا عييت ما نقدرش نتحمل وهذا غنديها لدار العجازه، علاش ما درتيش انت هذيك الخطوه هذيك الوقت تقول اعطيها لي انا؟ انا درت خطوه وقلت لا لي لدار العجازه وباقي عندي فيديو، قلت لها ساره بنتي لا ديتيها لدار العجازه انا غنجيبها لعندي، حيت امي السعديه ولات منا ولات محسوبه من العائله وتا شي حاجه ما تمس امي السعديه، واخا يديوها لدار العجزه انا غنجيبها. وساره ما عمرها غتفرق امي السعديه وما عمرها غتفرط فيها، وهي طلقات على قبل امي السعديه، الزوج ديالها قال لها خرجي امي السعديه، والا ما الا خليتي عندك الا خليتي عندك امي السعديه انا ما بقيتش ما بقاش كيجي لعندها.
صافي خلاها هي والولاد على قبل امي السعديه، وهي اختارت امي السعديه. بينا قالت لي هذيك السيده عند الله سبحانه وتعالى ما عندها حد، هاد الشيء هاد السيده عمرنا وعمر عمري وعمرها عند الله، غنبقى معاها تيدير الله تاويل ديال الخير. حيت لقاتها مرميه مسكينه في الزنقه، وكانت عند مول ولا بدي تندم لك. قالت لي انا بدالة تبنيني ولا بدي تندم لك. وشوية كتدورها مضاربة انت وياها. ياك سهل الله. كملي لي. هاد الشيء اللي وقع اللي امي السعدية كت ما تاخذ خصمنا. كنت خاصمة. ما عمرهم غيتفرقوا على بعضيات. امي السعديه وساره راه سبحان الله، وساره كتبغي امي السعديه بزاف. هي هاد الايامات كتعيط ليا كتقول لي يا ماما انا الظلام ولا عندي في الدار، انا ما نقدرش نعيش بلا امي السعديه. ماما انا كنبغي امي السعديه اكثر منك، شتي انتي ماما وداك الحنان اللي كتعطيني امي السعديه، انا ربما قاسيه مع بنتي. كنقول لها ديري الزيف، ديري الخمار، صلي، ديري هذه. ما كتكون بعض المرات كتدير شي حركات في الدار. راه امي السعديه هي ساره، وساره هي امي السعديه، والهضره راه ما تكونش وعيه وما يهضروا. راه ما عمر امي السعديه هذه يكونوا على يقين، ما عمر امي السعديه غتمشي لدار العجزه وما سم... الا مشات لدار العجزه بحال مشات امي. هذه راه شهاده كتسجل عليك امام الله وامام الراي العام، كلشي كيتبع انه هذه المراه ما عمرها تكون في دار العجزه. ما عمرها غتكون في دار العجزه. ودرت انا جوج فيديوهات، وداك الفيديو اللي درت راه شاهدين عليه الناس كلهم. قلت لا لدار العجزه، حيت هاد السيده ما كتستحقش تمشي لدار العجزه. مراه مسكينه كبرت في الخير، وراجلها قالت لي على ما قالت، قالت لك كوميسير اسكندر والناس كيعرفوا، سولوا على هاد السميه ولقاوها فعلا هاد السيد نيت كان كوميسير، وكانت عايشه في فيلا وكانت عايشه في الخير. وداك الشيء اللي خلانا كنحنوا عليها بزاف، بان هاد السيده غرها الدنيا، غراتها ولاحتها. ما يمكنش لينا حنا نزيدوا نشوفوها مسكينه في واحد المحله ومليوحه في الزنقه. ما نقدرش انا ندوز من حدا امي السعديه دابا، واخا نكون ما نقدرش نتحرك، ما غنفوتش امي السعديه وغنهزها باش ما كان. الله يقبل اجرك يا ربي. امي السعديه شكرا لك، كنشكروك والله يعطيك صحتك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، الله يحفظك امي، كما تبعتوا معنا هذه هي القصه الكامله حول العلاقه ديال امي السعديه بالام ديال ساره. مشاهدينا الكرام نعلم جيدا انه فارق السن له دور كبير في الموضوع. العقلية أو السن ديال سارة ماشي هو ديال الأم ديالها. الأم ديال سارة قدرات وتمكنات أنه تحلل مكامن القوة والضعف ديال أمي السعدية وكسبتها باش تغطي على سارة في ظرفية اللي ممكن يكونوا بعض الخراجات أو زلات فيها نقاش. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع كنداء كذلك، لأنه في انتقادات من الرأي العام لبعض الخراجات ديال سارة حول أمور اللي كتناقش فيها مع أمي السعدية اللي شيئا ما يجب أن لا يتم النشر في مثل الأشياء. هذه أمور يجب أن يكون فيها ضبط النفس، نقاش حاد أو صغير أو كبير في الوسط العائلي يكون مستور. ما يهمني أكثر هو أمي السعدية فين كاينة، هل هي بين أيدي أمينة نعم أم لا. مشاهدينا الكرام هذه شهادة أمام الله شهد بها الأب ديال سارة، وفي الفيديو الثاني شهدت به الأم ديال سارة، أنه العنوان والشعار لا دار العج لا للدار العجزة. أمي السعدية 94 سنة ما بقاتش كتحمل، وهاد السيدة الله يقبل أجرها دارت هاد الخير أنه كتحتضنها، وعطاتني صراحة عطاتني جواب يثلج الصدر. أمي السعدية لا يمكن أن تكون يوما ما في دار العجزة. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.